البطالة في العراق أرقام كبيرة باتت توصف بالمرعبة، وحلول حكومية زادت الطين بلة وقهرت وأذلت أصوات شباب هذا البلد الذي يعتبر على الأقل من أغنى بلدان المنطقة بثرواته ومنها النفطية. يعني لا عامل لا عطاء على عملك، لا هكو رعاية، لا هكو راتب، سجلنا بالعمالة مسجلنا برعاية ماكو، سجلنا بالعاطلين لسه طلعت على حظوظ ولسه ما طلعت، يعني وين نروح؟ وين نروح؟ استقلوحي استقلوحي. توغلت ظاهرة البطالة في هذا البلد نتيجة الصراعات السياسية والظروف الأمنية السيئة التي يعيش العراقيون تداعياتها منذ عام 2003، وتفاقم الفساد المالي والإداري فضلاً عن اختلال منظومة القوانين الخاصة بالاستثمارات وسوق العمل وحركة الأموال. كل ذلك وغيره من الأسباب الكثيرة التي ساهمت في وجودها الحكومات الفاسدة التي تعاقبت على العراق منذ عام 2003 عامل على ازدياد نسبة البطالة في صفوف الشباب بالعراق بشكل كبير بات بالنسبة للكثيرين مخيفا. أنا واحد من ملايين خريجي العراق، خريج معهد تقني صويرة قسم محاسبة سنة 2012-2013، مليت ما خليت باب ما طرقته، مليت من التقديمات، حتى آخر شيء إذا بيت حتى على الجيش على شرطة الاتحاد يوم ما طلعت مليت، كافة الوزارات مليت مليت مليت، وحاليا قاعد لا شغل ولا عمل. نسبة البطالة التي ترتفع سنويا ولم تنخفض أبدا منذ عام 2003 أقرت بها السلطات الحكومية، وبحسب المجلس الاقتصادي العراقي فإن عدد العاطلين عن العمل في العراق يزداد بمقدار نصف مليون سنويا، والقضاء على البطالة في العراق يحتاج إلى 5 سنوات، فيما لو طبقت العديد من الشروط التي يعتبرها مراقبون صعبة التحقيق. ويعاني العراق من ارتفاع مضطرد في نسبة العاطلين عن العمل خاصة بين الشباب من خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا، وتظهر أرقام رسمية أن معدل البطالة وسط الشباب تجاوز 20%، في حين تحدثت منظمات دولية وأخرى غير حكومية عن ضعف هذه النسبة. يعني خريج يدفع عربانة، يعني خلص عمره بالدراسة 6 سنوات ابتدائية وإعدادية ومتوسطة وجامعة يدفع عربانة ليش؟ خريج أنا خريج تربية رياضيات، يعني ودا أشتغل مثل ما أشوف بالزوالي، يعني شو وقت ليش وقت اعمارنا هسه؟ يعني احنا اذا مو هسه نتعين او باشر او عقبه، شو وقت نتعين؟ شو وقت نبني مستقبلنا؟ ويرى كثيرون ان المشكله في العراق لا تكمن في نقص الموارد الماليه بل في سوء الاداره وتفشي الفساد، فموازنه البلاد بلغت في الماضي القريب نحو 100 مليار دولار، لكن كل تلك الاموال لم تشفع للشباب العراقيين الذين باتت احلامهم كوابيساً.